الأمين العام للمنظمة العربية للثروة المعدنية حتى يعقب على كلمته أمس، فهناك ما يقوله فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمين. معالي الأستاذ رئيس الجامعة الليبية المحترمة، عرفاً على كلمة البارح ونظراً لوقت البارحة وقفة المتدخلين، أود أن أضيف شيئا لما قلت البارحة ويتعلق بمجال تخصصي، المجال الذي جمعني مع معالي أخي الدكتور مالك سعيد الكتيبة ومجال الثروة المدنية العربية. فضل هذا الرجل بالإضافة إلى المدى